السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أحداث شهر ربيع الآخر: في السنة الأولى للهجرة زيدت فيه صلاة العصر ركعتين، وفيه وقعت غزوة بحران قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم 300 من إصابة الميامين في شهر ربيع الآخر سنة 3 هجرية إلى أرض يقال لها بحران، وهي معدن بالحجاز من ناحية الفرع، فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى من السنة الثالثة من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى حربا. سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر سنة 6 هجرية، والجموم ماء لبني سليم في مر الزهران. خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلهم من بني سليم، أصابوا فيها نعما وشاء وأصل. فلما قفل زيد بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزينية نفسها وزوجها. وفي ربيع الآخر من العام التاسع الهجري كانت غزوة طيء، وفي سنة 11 هجريا قام أبو بكر الصديق بعقد أول لواء لفتح بلاد الشام لخالد بن سعيد بعد انتهاء حروب الردة ونجاح المسلمين في القضاء على فتنته. وفيه من سنة 15 الهجرة فتح المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح مدينة حمص بالشام. وفيه عام 16 هجرية تم فتح القدس. وفيه احترقت الكعبة عام 73 هجريا لما رماها الحجاج بن يوسف بالمنجنيق في محاصرته لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو سهو فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.